عايز اقول لكم كلمة مختصرة عن لاهوت السيد المسيح. لاهوت السيد المسيح يمكن اثباته بثلاث امور. الامر الاول بآيات واضحة تدل على لاهوته. الامر الثاني بصفات الله التي يتصف بها. الأمر الثالث من جهة معجزاته. فالأمر الأول من جهة الآيات الواضحة، زي مثلا يوحنا 10:30، أنا والآب واحد، آية واضحة. أو زي يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة، أو اللوجوس، كلمة اللوجوس ألطف، والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة، يوحنا 1:1. أو مثلا الآية اللي بتقول ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا، هي واضحة الله معنا، دي في متى 1. أو مثلا تيموساوس الأولى 3:16، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أو مثلا الآية بتاعت يوحنا 20:28، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ما دام بدمه يبقى لازم أعمال 20:28، أنا آسف، ما دام اقتناها بدمه يبقى اتخذ جسدا ومات من أجلنا، أو سفك دمه من أجلنا. ففي آيات صريحة واضحة. الحاجة الثانية صفات الألوهة، الصفات الخاصة بالله وحده لما تكون منطبقة على السيد المسيح. ازاي؟ طبعا في صفات بيشترك فيها الله مع البشر، بس الصفة عند الله غير محدودة. فالله مثلا حكيم، وممكن اي انسان يبقى حكيم، بس الحكمة عند الله غير محدودة. الله عادل، وممكن إنسان يكون عادل، بس العدل عند الله غير محدود. لكن صفات الله غير محدودة، زي مثلا الوجود في كل مكان. مش ممكن أي بشر يكون موجود في كل مكان. فإذا الصفة دي وجدت عند المسيح، يبقى ممكن يثبت لاهوته. فإيه حكاية وجود في كل مكان؟ يعني في آية لطيفة جدا موجودة في يوحنا 3:13، المسيح بيقول لنيقوديموس، ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. فهو موجود في السماء أثناء ما بيكلم نيقوديموس على الأرض. فمش ممكن واحد يكون موجود في السماء والأرض إلا لو كان هو الله. أو مثلا يقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، في متى 18. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. فبيجتمع ناس باسمه في كل الكنائس، في كل البلاد، في كل قارات الأرض. فلما يكون في وسطهم يبقى دي معناها موجود في كل مكان. أو مثلا لما نقول إن هو موجود عن يمين الآب في مواضع كثيرة من الكتاب، وخصوصا مثلا
في أعمال 7 في قصة استفانوس استشهاده، وفي نفس الوقت موجود في الفردوس زي ما قال للص اليوم تكون معي في الفردوس، وفي نفس الوقت موجود مع تلاميذه ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، وفي نفس الوقت موجود عند كل خاطي، مش بس الأبرار موجود معاهم، حتى الخطاة بيقول ها أنا واقف على الباب وأقرع، يعني الخاطي واقف المسيح على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل وأتعشى معه وهو معي. يبقى هو موجود في السماء، موجود عن يمين الآب، موجود في الفردوس، موجود في قلب كل مؤمن، موجود على باب قلب كل خاطي، موجود مع الناس أثناء ما يجتمع 2 أو 3 للصلاة، موجود مع الخدام إلى آخره، فيبقى موجود في كل مكان، فهذا يثبت لاهوته. يعني مش مسألة إن أريوس بيمسك آية ويحاول إن هو يتشدد عليها، لا، ده طبيعة حياة المسيح كده. موجود في كل مكان، وموجود قبل الزمن حتى، يعني فوق الزمان، زي مثلا لما يقول في يوحنا 8 قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، موجود قبل إبراهيم. وبعدين يقول في يوحنا 8 في يوحنا 17 يقول مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يبقى هو موجود قبل كون العالم، وطبعا موجود قبل كل العالم، لأن بيقول كل في العالم كان والعالم به كون، ما دام العالم كون به يبقى هو موجود قبل العالم. وأيضا منذ الأزل قبل كل الدهور. ممكن إن احنا ناخد صفة من صفات الله مثل الخلق، طبعا ما فيش خالق إلا الله، وناخد مسألة الخلق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان في يوحنا 1، يبقى ادي قوة الخلق. وفي عبرانيين 1 قل هذا الذي به خلق العالمين، يعني هو اللي اتخلق العالم به. وفي كولوسي 1 برضو الكل له وبه قد خلق، فالخلق ده من صفات الله وحده. وبعدين نيجي لمعجزات تثبت الخلق، زي معجزة 5 خبزات والسمكتين، وهي المعجزة الوحيدة التي وردت في الأناجيل 4 كلهم مع بعض. يعني في معجزات وردت في بعض الأناجيل وليست في الأناجيل الأخرى، لكن معجزة 5 خبزات والسمكتين هي المعجزة الموجودة في كل الأناجيل. المعجزة دي إن 5 خبزات والسمكتين وبعدين الناس كلوا، والكسر اللي موجودة ملأت 12 قفر، كل تلميذ شال قفر. طب جت منين دي؟ مادة جديدة ما كانتش موجودة، لأن مستحيل 5 خبزات والسمكتين هيملوا 12 قفر، ده لو حطينا في كل مقطف خبزة أو سمكة هيبقوا 2 و5 7 وفضل 5 فاضيين، لكن دول 12 سلة مملوءة، فيبقى مادة جديدة خلقت ما كانتش موجودة. معجزة من معجزات الخلق أيضا
معجزة عرس قانا الجليل تحويل الماء إلى خمر، معروف عند جميع الناس إن الماء ده أكسجين وهيدروجين، فالخمر فين مادة الخمر دي اللي كانت موجودة؟ فين الكحول؟ فين الحاجات دي كلها؟ يبقى مادة جديدة خلقت ما كانتش موجودة. مش بس خلقت مادة جديدة، طريقة الخلق عجيبة جدا. إن المسيح قال لهم املأوا الأجران ماء، ملأوها، قال لهم خلاص طب وزعوا على الناس، لا فيه لا صلاة ولا رشم المية ولا حتى أمر ليتحول الماء إلى خمر، ما فيش لا أمر ولا رشم ولا أي عملية أجريت لمجرد إرادته داخل قلبه إن ده إن المادة دي تخلق، خلقت. إذن هو قادر أن يخلق. أو مثلا في معجزة إعطاء البصر للمولود أعمى، معجزة عرس قانا الجليل في يوحنا 2، معجزة منح البصر للمولود أعمى في يوحنا 9. راجل ما عندوش عينين خالص، وضع له طين وحطه في عينه. مفروض الطين ممكن يضيع بصر الإنسان السليم، لكن طين يتحط في عين يخليه يبصر؟ دي حاجة مش معقولة. وأيضا قال له روح اغتسل في البركة. طب لما يغتسل الطين هيدوب، هات أي واحد حط له طين ويغتسل الطين يدوب، لكن هذا الطين يثبت في العين ويتحول إلى عين تثبت، وفي أنسجة وفي أعصاب وحاجات ثابتة موجودة وكل مكونات البصر موجودة، دي معناها خلق، خلق له عين من طين وثبتها بطريقة عجيبة أيضا. ففي عملية خلق، سواء في معجزة الخمس خبزات والسمكتين، أو في معجزة منح البصر للمولود أعمى، أو في معجزة تحويل الماء إلى خمر. صفة الخلق دي من صفات الله وحده، يعني مش معناها واحد بيدور على آية ويناقش بها، لا، ده واقع العمل اللي عمله المسيح. عشان كده قال لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها أحد من قبل لما كانت لهم خطية، لكن نفس هذه الأعمال تشهد لي. السيد المسيح فيه كل صفات الله، يعني من صفات الله السلطة المطلقة الكاملة. السيد المسيح كانت له سلطة على الطبيعة، وكانت له سلطة على الملائكة، وكانت له سلطة على الشياطين، وكانت له سلطة على ذاته نفسه. لما بيقول لي نفس، أنا أعطيها من ذاتي، ليس سلطان لي سلطان أن أعطيها ولي سلطان أن أخذها أيضا، لي سلطان أن أعطيها ولي سلطان أن أخذها أيضا. أيضا له سلطان الحياة والموت، تتجمع فيه كل السلطات، وله سلطات على البشر أيضا. عشان كده الراجل القائد المئة
لما طلب منه شفاء غلامه قال له لا، ما أنا مش مستحق تيجي تحت سقف بيتي، لكن أنا رجل لي سلطان على عساكر، أقول له ده اذهب فيذهب ولذاك تعال فأنت بسلطانك تقدر تقول، يعني عارف إن له سلطان، بسلطانه يمكن أن يعمل. السيد المسيح طبعا لما ناخد الحاجات دي نلاقي ليها أمثلة كتيرة في الكتاب، من جهة الشياطين معجزات إخراج الشياطين كتيرة، انتهار الشياطين كتيرة، مش بس له سلطان على الشياطين، ده أعطى هذا السلطان للتلاميذ أيضا، أعطاهم سلطانا أن يخرجوا الشياطين. الملائكة كتير قوي تلاقوا وكانت ملائكة تخدمه زي في مرقس واحد، وأيضا نلاحظ في المجيء الثاني حاجة عجيبة جدا، يقول يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مختاريه، فالملائكة بتوعه يرسل ملائكته فيجمعون مختاريه، أو في المجيء الثاني سيأتي مع ملائكته فينسبون الملائكة له وينسبون المختارين له، والكلام ده من فم المسيح نفسه، يعني الملائكة دول بتوعه بيرسلهم، له سلطان عليهم. أو يقول أيضا إنه يرسل ملائكته فيجمعون المعاثر، يعني الناس اللي كانوا عثرة من أركان الأرض كلها ويلقونهم في النار، يبقى هو بيرسل للملائكة، له سلطان على الملائكة. من جهة الحياة هو معطي الحياة، وكلمة معطي الحياة دي صفة من صفات الله، مين اللي له سلطان أن يعطي الحياة؟ ولذلك نجد حاجة جميلة في إقامة الموتى، إنه بيقيمهم بالأمر. في إقامة ابنة ييروس أيها الصبية لك أقول قومي، فقامت. في إقامة ابن أرملة نايين قال له أيها الشاب لك أقول قم، يعني بفعل الأمر. وفي إقامة لعازر يقول له لعازر هلم خارجة، يعني بيقيم الموت بالأمر. أيضا قيامة المسيح تثبت لاهوته، ليه بقى؟ لأنه قام من ذاته لم يقمه أحد، يعني كل الذين قاموا من قبل أقامهم أنبياء أو رسل أو أقامهم السيد المسيح، لكن في قيامته هو قام وحده، زي ما قال عن نفسه لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها في يوحنا 10. إذن لاهوت المسيح مش مجرد آية أو اتنين، كل ما في الكتاب يثبت هذا أيضا. أيضا من ضمن لاهوت المسيح قبول العبادة والسجود كإله، يعني مش سجود الاحترام، لا، سجود العبادة. في معجزة منح البصر للمولود أعمى بعد ما قابله قال له هل تؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو، فسجد له وقال له أؤمن. هنا السجود مصحوب بالإيمان، يبقى مش سجود احترام، ده سجود عبادة. قبل من واحد زي توما أنه يقول له ربي وإلهي، ولما قال له ربي وإلهي ما انتهروش على اعتبار بيقول له كلمة ليست له، قال له طوبى لمن آمن دون أن يرى، يا ريتك كنت قلت الكلمتين دول قبل ما تحط إيدك في جروحي أو غيره. قبل العبادة وقبل السجود،
وقبل لقب رب بمعنى إله. وسجود بعض معجزات، مجرد صعود المسيح إلى السماء دليل على لاهوته. مين يستطيع يصعد كده؟ السيد المسيح ممكن إثبات لاهوته على اعتبار أنه أقنوم الإبن. يعني إيه أقنوم الإبن؟ في الكتاب بيقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. عبارة الكلمة في اليونانية باسم اللوغوس، لوغوس. أنا شخصيا لما أحب أصلي الإنجيل بتاع باكر ما أقولش في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة. أقول في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، وكان الله اللوغوس. لأن كلمة اللوغوس كلمة أقوى، يعني لما جم يترجموها ما ادوهاش نفس القوة بتاعتها. زي ما قلت للبعض، عندي فهرست للكتاب المقدس اسمه The Analytical Concordance of the Bible، يعني بتاع تحليل، Analytical بتاع تحليل، يحلل الكلمة. كلمة لوغوس في الآخر حطت لها 15 معنى، ليها استعمالات كتير قوي. منها الفعل ليجو يعني ينطق، ومنها كلمة لوجيك يعني منطق. ولوجيك مش معناها مجرد النطق pronunciation، لا، ده يعني النطق المعقول أو العقل المنطوق به. هو تتلخبطهم كلام، اللوجيك اللي هو المنطق معناها إيه؟ النطق المعقول أو العقل المنطوق به. ولذلك كلمة اللوجوس معناها عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل. فإذا كان هو عقل الله مستحيل يكون مخلوق، مش ممكن. عقل الله موجود في الله منذ الأزل، مش معقول ربنا كان بدون عقل وجاب لنفسه عقل، فبأي عقل يخلق لنفسه عقلا؟ مش معقول، ده موجود فيه منذ الأزل. وما دام هو عقل الله يبقى نقول كل شيء به كان. كل شيء كان بإيه؟ بعقل ربنا. يبقى مين اللي خلق العالم، الله ولا الابن؟ الله خلق العالم، والابن خلق العالم، والله خلق العالم بابنه، يعني خلق العالم بعقله. زي ما انت تقول انا حليت المسألة دي بعقلي، تبقى انت اللي حلتها ولا عقلك اللي حلها؟ ولا انت حلتها بعقلك وانت وعقلك حاجة واحدة؟ يبقى مظبوط كده. فالله خلق العالم بعقله، اي خلق العالم بابنه، بنطقه العاقل او بعقله الناطق. حكاية لاهوت المسيح يتعلق بها أيضا موضوع الفداء، لأن لو لم يكن المسيح هو الله ما كان يستطيع أن يفدي العالم. ليه؟ العالم أخطأ إلى الله، والخطية موجهة ضد الله نفسه. عشان كده في المزمور 50 بنقول له لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع.
الخطية ضد الله لأنها عصيان لله ومخالفة لله، والخطية ضد الله لأنها عدم محبة لله، بل هي تمرد على الله. ده داود النبي قال لربنا لك وحدك أخطأت، بعد ما أخطأ إلى امرأة أوريا الحثي، فلم يعتبر الخطية ضد هذه المرأة ولا ضد أوريا الحثي، إنما ضد الله. فاللي بيخطئ أيضا بيحزن روح الله في داخله، بل بيطرد روح الله من داخله ويتحدى الله. فدام الخطية ضد الله تبقى خطية غير محدودة، يبقى تحتاج إلى عقوبة غير محدودة. فإذا قدمت فدية عنها لابد أن تكون الفدية التي تقوم بالفداء فدية غير محدودة، لكي تعطي كفارة غير محدودة تكفي لغفران جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. ولا يوجد غير محدود إلا الله، فلو ما كانش المسيح هو الله يبقى كل يبقى لا كفارة ولا فدية ولا حاجة بدل. عشان كده احنا الموضوع ده مهم بالنسبة لنا. والمسيح لما بيتكلم بيتكلم على ان السماء هي اصله وهو خرج من السماء، يعني مش هو انسان تأله، لا هو اله تأنس. عشان كده يقول من عند الآب خرجت وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم وأرجع إلى الآب. من عند الآب خرجت، مرة كنت بشرح كلمة خرجت دي لشخص معين كبير شوية كده، فقلت له الآتي، قلت له الخروج ليس معناه المفارقة. أي واحد مثلا واحد يخرج من الكنيسة اسمه فارق الكنيسة وانفصل عنه، أو خرج من بيته ويبقى انفصل عن بيته وراح بره. لكن الفكر إذا خرج من العقل يخرج منه وهو لا يزال ثابتا فيه. يعني عندك انت فكرة، الفكرة بتاعتك خرجت من عقلك ووصلت الى اذهان الناس، لكن هل فارقت عقلك؟ هي خرجت منه ولسه قاعدة فيه. لما انت عندك آية عايز تقولها للناس وقلتها لهم يبقى خرجت من عقلك، خرجت من عقلك صحيح، لكن هل فارقت عقلك؟ هي خرجت منه ولسه قاعدة فيه. وجايز الفكرة تخرج من عقلك وتروح بلاد تسافر، تنزل جوه كتاب ويطبع منه عشرات الالاف ولسه قاعدة في عقلك. فهو خروج ليس معناها المفارقة، كخروج الشعاع من الشمس وهو موجود فيها، خروج الفكر من العقل وهو موجود فيه، خروج الحرارة من النار ولسه موجودة فيها. خروج مش معناه مفارقة. فهو خرج من الآب وأتى إلى العالم، ولكن لسه موجود في الآب مع أنه موجود في العالم. ولما يترك العالم ويعود إلى الآب، يعني يتركه بالجسد لكن هو موجود فيه باللاهوت، فاللاهوت لم يترك العالم أبدا، ما زال موجود فيه. الله موجود في الأرض وموجود في السماء وما بينهما وموجود في الكون كله. تقول لي لما كان موجود على الأرض كان مين بيدير العالم؟ أقول لك هو برضه، لأن كان موجود على الأرض وكان موجود في السماء،
بس موجود على الأرض بطريقة مرئية وموجود في السماء بطريقة غير مرئية، وموجود فيما بينهما بطريقة غير مرئية، لكن هنا بطريقة مرئية. تمام، زي ما نقول مثلا إن ربنا كلم آدم في الجنة. هل ربنا لما كلم آدم في جنة عدن ما كانش موجود في السماء وفي سماء السماوات؟ موجود، بس في الحتة دي بيكلم وفي الحتة التانية ما بيكلمش، ما هو موجود بس، فهو موجود في كل مكان. هو عقل الله الناطق وهو نطق الله العاقل. ولذلك يعتبر أقنوم المعرفة، لأن هو عقل الله. في كورنثوس الأولى 1:22 و23 يقول المسيح الذي هو قوة الله وحكمة الله، هو أقنوم الحكمة، أقنوم العقل، أقنوم المعرفة. والحكمة دي موجودة في الآب منذ البدء، والمعرفة موجودة في الآب منذ البدء، منذ الأزل قبل كل الدهور. ومش معقول معرفة الله تنفصل عن الله، ولا حكمة الله تنفصل عن الله، ولا عقل الله ينفصل عن الله. إذن هو في الآب والآب فيه. عشان كده قال أنا والأب واحد. هو والأب واحد من جهة اللاهوت، وليس واحدا من جهة الأقنومية. جهة الأقنومية دول أقنومين، لكن واحد من جهة اللاهوت، وواحد من جهة الطبيعة، وواحد من جهة الجوهر. واحد في الجوهر، واحد في اللاهوت، واحد في الطبيعة. لهذا كانت كفارة المسيح كفارة غير محدودة، تكفي لغفران خطية العالم كله. عشان كده لما رآه يوحنا المعمدان قال هذا هو حمل الله اللي يحمل خطايا العالم. وفي رسالة يوحنا الأولى 4:9-10 إن أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كفارة عن خطايانا. وبرضو في يوحنا الأولى 2 يقول وليس عن خطايانا نحن فقط، بل عن خطايا العالم كله. بهذا الشكل أصبحت كفارة غير محدودة. يبقى عدم المحدودية اللي هي صفة من صفات الله كانت موجودة في المسيح، في الكفارة غير المحدودة، في الفدية غير المحدودة، في الوجود غير المحدود، سواء من جهة المكان أو الزمان، في الأزلية على اعتبار أن عقل الله موجود في الله منذ الأزل. لكن لما ولد في الجسد، الطبيعة اللاهوتية غير المحدودة اتحدت بهذا الجسد، لكن برضو ظلت غير محدودة خارج نطاق الجسد. يعني ليس معنى التجسد انه تحيز في مكان، اصبح في حيز معين، لا، هو موجود في هذا المكان بالجسد، وموجود في كل الأمكنة الأخرى بلاهوته، بطريقة غير منظورة، بغير الجسد. وفي الوقت اللي كان فيه في الجسد على الأرض كان في سماء السماوات ومسبحا من الملائكة ورؤساء الملائكة في عرشه الأقدس.
بمعرفته غير المحدودة يمكن أن يكون ديان العالم كله، لأن في يوحنا 5 بيقول الآب لا يدين أحدا بل أعطى كل الدينونة للابن، فكيف يدين الابن العالم كله؟ لأنه يعرف جميع خطايا العالم كله، سواء خطايا العمل أو الفكر أو الحس أو الشعور، كله بمعرفته غير المحدودة. ولذلك بالنسبة لكل ملاك من الملائكة السبعة في سفر الرؤيا كان بيقول له أنا عارف أعمالك، عارف كل حاجة. معرفة الله معرفة غير محدودة. بس دي هتخرج عن لاهوت المسيح، بقولها لكم بعدين بأحسن. لأن ربنا المعرفة المحدودة يعني إيه؟ يعني يعرف كل شيء عن كل شيء. لا يوجد إنسان يعرف كل شيء عن شيء واحد، ولا يمكن أن يعرف شيء عن جميع الأشياء. معرفة أعلم العلماء إنه يعرف بعض الأشياء عن بعض الأشياء، لكن كل حاجة مش ممكن، مش ممكن. لذلك تلاقي واحد بياخد دكتوراه عن نقطة صغيرة جدا مش عن كل حاجة. تقول واحد بياخد دكتوراه في الإلكترونات هل يعرف كل حاجة الدكتور الإلكترونات؟ مستحيل، ده بياخد نقطة معينة. من ضمن معرفة الله التي يتميز بها عن معرفة الإنسان، ليس فقط أن معرفته غير محدودة، أن الله يعرف الخفيات، الخفيات وليس فقط الظاهرات. ولذلك يعرف الأفكار ويعرف مشاعر القلب ويعرف الأمور التي تحدث في الخفاء. وهذا كان عند السيد المسيح أيضا، كان الناس يفكروا في حاجة فيعرف أفكارهم. لما دخل على التلاميذ ظنوه خيالا أو شبحا أو روحا، ده ظنوه ده في قلبهم، فقال لهم لماذا تخطر هذه الأفكار على قلوبكم؟ إن الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. يبقى عرف اللي في فكرهم. في معجزة شفاء المفلوج تلاقيها في مرقس 2، لما قال للرجل مغفورة لي خطاياك، بدأوا يفكروا في نفوسهم لماذا يتكلم هذا الإنسان بتجاديف لا يغفر الخطايا إلا الله وحده، فعرف أفكارهم ورد عليها. يعني يعرف الخفيات، يعرف الفكر، رد عليه، رد على الفكر. لما جت له المرأة اللي غسلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، قال الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. ده قال في قلبه، قال الفريسي في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها، إنها لخاطئة. فأجابه يسوع وقال له، ده بيجيب على فكره اللي من جوه، قال له يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال له قل يا معلم. قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا، فأيهما يحبه بالأكثر؟ قال له أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له بالصواب حكمت، وابتدى يكمل الموضوع. ده فصل كلكم تعرفوه من لأنه إنجيل
في صلاة نصف الليل. فعرف فكره وأجاب على فكره. فمن ضمن صفات الله أن يعرف الخفيات ويعرف الأفكار ويقرأ الأفكار ويفحص القلوب، والمسيح كان بيعمل كده بالظبط. من ضمن الخفيات المستقبل، والمسيح كان يعرف المستقبل، يعرف الغيب، ولذلك كلمهم عن يوم صلبه وساعة صلبه وكيف تتم، وكلمهم أيضا عن المستقبل في مجيئه الثاني، وتكلم عن المستقبل في خراب أورشليم. أنبأ بأشياء لم تكن معروفة. معرفته بالمستقبل دليل على لاهوته، وهي معرفة ذاتية لم يوحى له بها، ده من ذاته. وعرف أيضا المستقبل بالنسبة لبطرس، قال له قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فهو كان عارف أن الديك هيصيح في الوقت ده بالذات. طب ايه اللي يعرف دواخل هذا الديك مثلا؟ ولا ان بطرس ينكر 3 مرات. معرفته بالمستقبل. معرفة المسيح اللانهائية. يعني مثلا لما طلبت الجزية منه، قال لبطرس روح القي السنارة ويطلع لك سمكة فيها استر، خد منه الله وادفع عني وعني. بقى هو عارف ان في سمكة في الحتة الفلانية في الوقت الفلاني هتكون موجودة اثناء القاء السنارة، وبعدين تطلع جواها كذا. مين اللي يعرف جوه السمكة وموضع السمكة وفي الوقت اللي تكون موجودة فيه تستلقى السنارة كده في الوقت واللحظة؟ يعرف الخفاء وعارف. عشان كده لما التلاميذ كانوا بيصيدوا ما قدروش، قال لهم القوا الشبكة على الناحية اليمنى من السفينة هتجد. فطلع سمك كتير. ايه اللي عرفه ان في الحتة دي سمك؟ هو بيعرف الخفيات، يعرف ايه الموجود، يعرفه قبل ان يكون. زي ما قال لنثنائيل، قال له قبل ان يراك في لبس تحت التينة انا قد رأيتك. علشان كده قال له يا معلم انت ابن الله، انت ملك اسرائيل. ازاي؟ مين شافه وهو تحت التينة وبيدعوه في لبس؟ دي امور خلته يدرك ان اللي يعرف الخفيات دي لابد يكون هو ابن الله. وعلى فكرة بمناسبة ابن الله، احنا كلنا اولاد الله، لكن كلنا اولاد الله من ناحية الايمان او التبني او المحبة. من ناحية الايمان زي ما ورد في يوحنا الإصحاح الأول، وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنون باسمه. يعني هنا أبناء الله يعني المؤمنون باسمه. وفي يوحنا الأولى إصحاح 3:1 بيقول انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندعى أولاد الله. يعني من محبته لنا دعانا أولاده. وفي روميا يتكلم عن التبني، يعني احنا أولاد الله بالتبني. وفي غلطي بالتبني، فنوع من التبني نوع من الإيمان أو المحبة. لكن المسيح هو
ابن الله الوحيد. كلمة ابن الله الوحيد تمييزا لبنوته عن كل بنوة أخرى. ابن الله الوحيد، الوحيد يعني لا يوجد بشري يشترك معه في هذه البنوة. وردت عبارة ابن الله الوحيد مرتين في يوحنا 3:16 و18، ومرة في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول 18، وفي رسالة يوحنا الأولى 4:19. شوفوا يقول إيه في يوحنا 3:16 و18، يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ابنه الوحيد يعني الباقيين مش من نفس البنوة دي. وبعدين في يوحنا 3:18 يقول والذي لا يؤمن به قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. ادي مرتين. في يوحنا 1:18 بيقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي فيه هو في حضن الآب هو خبر، يعني أعطانا فكرة عن ربنا. وهكذا في يوحنا الأولى 4. ابن الله الوحيد يعني الوحيد الذي من جوهره، الوحيد الذي من طبيعته، الوحيد الذي من لاهوته. هو ابن الله الوحيد، ما فيش حد ابن الله بهذا المعنى. احنا بنقول يا أبانا الذي في السماوات، من ناحية من محبة الله لينا دعانا أبناء، وفي نفس الصلاة بنقول له اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا. يعني احنا ناس خطاة ومع ذلك اسمنا أولاد لله. وعلى فكرة هذه البنوة موجودة في العهد القديم أيضا، لأن البعض بيفتكر أن دي من نعم العهد الجديد. لا، ده في العهد القديم بيقول يا ابني أعطيني قلبك، وفي أشعياء 63 يقول أنت يا الله أبونا، وفي أشعياء 1 يقول ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. فموجودة البنوة بس ما كانتش معروفة بأسلوب واسع زي العهد الجديد كما أظهرها ربنا يسوع المسيح. فهو ابن الله الوحيد. في معرفة الله معرفة مباشرة بدون عمليات، يعني أي واحد يعرف بيحط تجارب 1 2 3 خطوة أولى توديه لخطوة 2 و2، لكن معرفة الله مباشرة. والمسيح يعرف الشيء بدون ما ياخده بالدرجات، والله يعرف الأشياء لأن هو يعرف الطبيعة مثلا لأن هو واضحها. يعني إيه مثلا؟ أضرب لكم مثل بسيط. شركة بترول بتنقب على البترول، ما تقدرش تقول فيه بترول في الحتة دي، لابد تعمل عمليات واكتشافات وحفريات، وجايز تفشل مرة ومرتين وثلاثة لغاية في الآخر لما تقول هنا بترول بعض عمليات معينة. لكن ربنا يقدر يقول في الحتة دي بترول، مش بس يقول كده هو لأنه عارف إيه اللي تحت هنا، ده بيقول كده لأنه هو اللي وضع البترول في الحتة دي. يعني هو يعرفها بدون عمليات ويعرفها لأنه هو اللي وضع في دي. والمسيح كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء من مكان، هو اللي وضع الأشياء في مواضعها، هو اللي عارفها. زي ما يقول لك في الحتة دي في سمك، يقول لك في الحتة دي في بترول، عارف كل حاجة.
من صفات الله أنه قادر على كل شيء، والصفة دي موجودة عند السيد المسيح أيضا، فهو قادر على شفاء المرضى، وهو قادر على إخراج الشياطين، وهو قادر على صنع المعجزات. وهو قادر على منح الحياة، وقادر على الطبيعة. يقول للبحر اصمت وابكم، فيصمت البحر عن هيجانه، ينتهر الريح فتقف. قادر على كل شيء. نقدر ناخد كل صفات الله ونطبقها على السيد المسيح تطلع مظبوطة. يعني مثلا بالنسبة للبشر، كل البشر أخطأوا، الوحيد الذي لم يخطئ هو المسيح. قيل عن البشر في مزمور 14: الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. لكن المسيح قيل عنه انه قدوس بلا خطية، وقال: من منكم يبكتني على خطية؟ بل قبل ان يولد قال الملاك للعذراء في لوقا 1:35: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. افتكر الحكاية دي كانت من ضمن المناقشات اللي بتناقش بيها مع شهود يهوى زمان، وانا قبل ما ترهبن فاكر اول مرة اتناقشت معاهم كان سنة 53، انا ترهبنت 54 قبليها يعني، فكنا نمشي بالايات مع بعض كده، يقول لك طلع لي كذا وقول طلع لي كذا، بخش في حاجات مش معقولة. فنقول لهم مثلا كل الناس خطاه، ما فيش قدوس ولا واحد، هات مثلا مزمور 14:1-2: الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. خلاص، الله هو القدوس، موجودة في أشعياء 6 في تسبحة السرافيم، قالوا: قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان. يبقى الجميع خطاه وليس أحد صالح إلا واحد، وهو الله، والله هو القدوس. طب نجيب آية تانية.